مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في حلقة متجددة من برنامج تم. الليلة وحلقة الخميس ستكون حلقة مختلفة، راح نخصصها بالتأكيد عن رؤية المملكة 2030. راح نتحدث عما تم في هذه الرؤية حتى الآن، عن التأثير والتغيير الذي صنعت هذه الرؤية. راح نتسامر حول هذه الرؤية، رؤية بلدنا العظيم. راح نناقش أهداف الرؤية الملموسة ونحقق في التفاصيل، ونحاول أننا نحتوي القصة من كل الزوايا. كلنا بالطبع سمعنا عن رؤية 2030 وعرفنا أنها تشمل كل من يعيشون على ثرى هذه البلاد المباركة، لكن ربما يخفى علينا كثير أو بعض من تفاصيلها. حتى ننجح ونتعاضد لابد أن تصل هذه الرؤية إلى كل فرد منا ليعي الدور المنوط به، سواء كنت طالب أو موظف، شاب أو كبير، سعودي أو غير سعودي، داخل السعودية ولا خارجها. بنحاول كل خميس نبحث التفاصيل، نشرح ونوضح ونقيم ونناقش زوايا التفوق حتى نحتفي بها، وزوايا القصور ما راح ننساها، راح نبحث عنها ونبحث عن الحلول. الإعلام شريك مهم في الرؤية، هذا ما قاله عراب هذه الرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أيضا الإعلام أنتم جزء مهم جدا من تقييم أداء الحكومة في تحقيق هذه الرؤية، تقييم الوزارات، تقييم أعمال الوزراء، الإدارات الحكومية وكل الجهات المسؤولة. الإعلام جزء مهم جدا في تقييم الرؤية والتأكد أنه الجميع يمشي بشكل صحيح لتحقيق الأهداف المرجوة. شكرا الله يسلمك. راح نبدأ كل حلقة خميس بمتابعتنا لأخبار الرؤية. نبدأ بهذا الخبر الأول، وزارة الخارجية سجلت في أول 10 أيام من فتح باب إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية أكثر من 23,000 تأشيرة لسياح من 10 دول. كان نصيب السياح الصينيين هو الأكبر بأكثر من 7,000 تأشيرة، يليهم السياح من الجنسية البريطانية بأكثر من 6,000 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة وكندا بأكثر من 3,000 تأشيرة، وأكثر من 1,100 تأشيرة للماليزيين. كذلك سجلت وزارة الخارجية إصدار تأشيرات سياحية لسياح من فرنسا، روسيا، ألمانيا، استراليا، وكذلك كازاخستان وغيرها من الدول 49 اللي أعلنت عنها السعودية بأنها فتحت أبوابها لهم من خلال التأشيرة الإلكترونية السريعة، واللي تتيح سرعة إنجاز إجراءاتهم لزيارة البلاد. فالمملكة ترحب بالعالم. الخبر الثاني، جاءت السعودية ضمن مجموعة الدول الربع الأول اللي تصدرت مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في مقر في جنيف، وحققت السعودية 70 نقطة مئوية على مؤشر التنافسية الدولية لعام 2019، أعلى بمقدار نقطتين ونصف مئوية عما حققت في نفس الفترة من عام 2018، ما أتاح لها الصعود إلى المركز 36 على سلم المؤشر بين 141 دولة، أو لنقل أعلى بثلاث مراتب عما كانت عليه المملكة في العام الماضي. الخبر الثاني، في إنجاز وطني جديد يحسب للمرأة السعودية وتمكينها، رشا بنت عبد الرحمن بن صالح أشبيلي مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى حصلت على جائزة المرأة القيادية لعام 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في حفل توزيع الجوائز المقام خلال القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية واللي انعقد في أبوظبي وانتهى يوم أمس. راح نحتفي بأي سعودي أو سعودية يحقق إنجاز ويرفع اسم البلد بالتأكيد، وتنضم معنا الأخت رشا الشبيلي عبر الهاتف. رشا مساك الله بالخير، ألف مبروك، هذا الإنجاز يحسب بالتأكيد لملف تمكين المرأة وتواجد المرأة السعودية في شتى المجالات ومنها حتى في المناصب القيادية. وش يمكن تقولين؟
الله يبارك فيكم أخوي خالد ويعطيكم ألف عافية، والحمد لله لك على الجائزة هذه، لأنه غالبا ما تكون البدايات التأسيسية بحلم. طبعا الحلم يصبح واقعا بالعمل، واللي ما يخلو طبعا من التحديات أخوي، والواقع يصبح مصدر دافع لعطاء أكثر وابتكار مستمر. نعم. إذا قيم وقدر. نعم كانت جائزة عظيمة الحمد لله وشكرا. يعني طبعاً. المشاعر اللي يعني تخالجك الحين يعني بعد هذا التكريم وهالجائزة اللي حصلت عليها، وش كيف يمكن تلخصينها؟ تأثيرها والله علينا كلنا كفريق عمل كامل في مجلس الشورى، وعليك قائد في هذا المكان أكيد بيكون إيجابي جدا ومحفز ومشجع طبعا لمزيد من العمل والتميز اللي يستحق الوطن ومجلس الشورى بشكل خاص. نعم. طيب خليني بس يعني أبغى منك يعني تربطين هالجزئية في موضوع، نعرف رؤية 2030 كان من ضمن الأشياء الجميلة أنها يعني أصبح عندنا تمكين للمرأة، صرنا نشوفها مع أخوها الرجل تعمل سواء في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي، وصار عندنا نشوف قياديات يعني في مناصب سواء في القطاع الحكومي أو حتى القطاع الخاص يعني نحتفي فيهم، صار في سد لهذه الفجوة يعني ما بين الرجال والنساء. يعني كيف شفتي تأثير يعني الرؤية في هذا الجانب؟ أخوي خالد كان في قياديات من قبل، ولكن الآن نحن في عهد رؤية داعمة وممكنة للجميع المواطنين سواء رجل أو امرأة في جميع المجالات، ولكن إذا نبغى نتكلم عن المرأة تحديدا وتمكينها فاستطاعت في هذا العهد أكثر من البرود وإثبات جدارتها. نعم. يعني بصورة مشرفة تليق بوطن عظيم، فالحمد لله على كل حال، وإحنا فخورين بكل رجال ونساء اللي يخدمون هذا الوطن. وش تقولين للبنات الوطن يعني للمرأة السعودية بحيث أنها فعلا يكون لها دور قيادي في المرحلة التطويرية اللي قاعدين نعيشها؟ أنا أحب أتكلم للرجال والنساء، كلنا واحد، كلنا نعمل، كل واحد من منبره، أهم شيء يكون في ابتكار، يكون في صدق، يكون في ولاء، يكون في جدية في العمل، عشان كل واحد فينا حيقدر يبرز بالطريقة ويوصل بالطريقة. يعني ما في عمل إلا ما يوصلك، بالتأكيد الجميع لو عمل بنفس الطريقة الكل إن شاء الله بإذن الله حيبرز. طيب يعني كلنا بالتأكيد نعمل لأجل الوطن وأننا نرفع اسم الوطن في كل المحافل. طيب أنا يعني قبل ما أختم معك يعني ألقاني لازم أسألك عن هذا السؤال، ويمكن الوالد رحمه الله يعني اللي قدم العطاء الكثير للوطن ويعني في الجانب الإعلامي وكذلك في جوانب متعددة وفي مناصب قيادية مختلفة، كيف كانت بصماته عليك؟ الله يرحمه ويغفر له. آمين. هو قدوتي وإلهامي، مصدر إلهامي ومعلمي، وأظن مو أكيد هذه التربية لها، يعني أنا كلنا بكل الفضل الله يرحمه ويغفر له، أنا وردت منه حب الوطن والثناء الوطن وعدم انتظار أي مقابل لأي شيء. فالوالد طبعا انا شهادتي في مجروح الله يرحمه ويغفر له. آمين. كنت اتمنى ان يكون موجود وقت التكريم، ولكن الحمد لله على كل حال، ومن عرف الله هانت نتيجه وعلى خطى باذن الله نمشيها باذن الله. جميل، شكرا لك رشا شبيلي الحاصله المرأة القيادية في مجلس التعاون الخليجي في قمة الموارد البشرية في التي اقيمت في ابو ظبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. جميل أن نحقق إنجازات ونكون عندنا شباب وبنات الوطن يحققون ويرفعون رأس البلد في كل مكان. المرأة مكنت ويعني حتى في مناصب قيادية، هذه إحدى النتاج يعني هذه المرأة المبدعة. بنواصل وراح نحكي قصص كثيرة عن رؤيتنا، عن يعني ربما قصص تستحق أن تروى. خليكم معنا بفقرات متنوعة بعد الفاصل.
يا هلا فيكم من جديد. الأهداف الطموحة دائما ما تبنى على مؤشرات تحقق من خلالها وتعرف حجم الإنجاز. رؤية المملكة 2030 بنيت على مؤشرات يقاس من خلالها الأداء ومدى تقدمنا في البرامج التنفيذية. احنا انتقلنا كما يعني تعلمون من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، وبالتالي مسؤولية كبيرة على كثير من القطاعات الحكومية لتترجم هذه الرؤية الطموحة إلى واقع نشهده ونحتفي به ونفتخر. راح يكون عندنا إن شاء الله فقرة للمؤشرات، راح نستعرض في كل حلقة مؤشر من المؤشرات التي من خلالها نقيس مستوى التنفيذ في مبادرات ومشاريع الرؤية الطموحة. راح يعني تكون معنا حاضرة المؤشرات اللي ارتقينا فيها. طيب لنفترض مؤشرات كان فيها انخفاض راح تكون موجودة كذلك وبكل شفافية نتحدث عنها ولماذا انخفضنا فيها، نتحدث عن الإنجاز ونحتفي به، وإن كان هناك قصور من إحدى الجهات في تنفيذ برامج الرؤية اللي تخلينا نتقدم في بعض المؤشرات راح نستعرضها ونحللها. اليوم يمكن قبل شوي في الأخبار تحدثنا عن تقدمنا في ترتيب تقرير التنافسية لعام 2019، راح نعرف هذا المؤشر، نعرف المؤشرات الأساسية الموجودة فيه، كيف تقدمنا وكيف تفاصيلها. وأرحب معي بضيفي في الاستوديو الدكتور زياد البارود الخبير والمستشار الاقتصادي. حياك الله دكتور إياد معنا في هالفقرة. خلينا نبدأ معك قبل ما نتكلم عن تحليلنا لهالمؤشر وربطه بالرؤية، خلينا نوضح للناس وش نقصد بالتنافسية وتقرير التنافسية والمؤشرات التابعة للتنافسية. نعم، أول شيء أسعد الله مساءكم وشكرا على الاستضافة. طبعا التنافسية هي مؤشر أو برنامج يحتويه منتدى الاقتصاد العالمي سنويا في سويسرا. طبعا هذا المؤشر تدخل تحته أكثر من 140 دولة. طبعا هناك ثلاث دول مهمة عربية ونحن من هذه الدول ولله الحمد. طبعا مؤشر التنافسية للمملكة العربية السعودية منذ عام 2017، منذ أن بدأت الرؤية مجال التنفيذ في بعض خطواتها بالارتفاع تدريجيا. طبعا لماذا يرتفع تدريجيا؟ لأنه نحن ولله الحمد منذ أزمة انخفاض أسعار النفط، وأقول دائما رب ضارة نافعة، هذه الأزمة وسعت أنظارنا إلى اتخاذ خطوات جريئة جدا للاقتصاد في المملكة العربية السعودية. طبعا برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين وبإدارة حكيمة من سمو ولي العهد مهندس الاقتصاد السعودي، اتخذت خطوات اقتصادية شاملة إن كانت في الاقتصاد الكلي أو في الاقتصاد الجزئي، لتجعل المملكة العربية السعودية من أهم الدول عالميا في الاقتصاد وفي التقدم. طيب، الاقتصادي. جميل. ليش هذا مهم هذا المؤشر؟ خلينا نتكلم ونربطها بالرؤية. نعم، المؤشر هذا يقيس لك ماذا كنت في الماضي اقتصاديا في جميع النواحي الاقتصادية، وماذا أنت الآن، وماذا ستكون في المستقبل عندما ويقيم هذا من لجان دولية ليست من لجان داخلية. طبعا وبناء على خطوات ومعايير اقتصادية بحتة، هذه الخطوات والمعايير تدرسها الجهات الدولية لتحدد لكل دولة على حدة مدى تقدمها في مجالات هذه المؤشرات التي تدرس وتقاس. فالمملكة العربية السعودية منذ سنتين وأكثر والحمد لله في ارتفاع سنويا بأكثر من 2.5-3%، هذه نسبة كبيرة في هذه المؤشرات وتبشر بالخير. جميل. طيب احنا راح نتكلم عن المؤشر الآن، بعد شوي يمكن بيطلع معانا المؤشر. نعم. والمؤشرات الأساسية اللي فيه يمكن يعني طالع معانا على الهواء مؤشر التنافسية وترتيبنا احنا، يعني كما كان ترتيبنا في 2018 39 وأصبح في 2019 36. صحيح.
بيكون له اثر في موضوع يعني جذب استثمارات عالميه يعني للمملكه العربيه السعوديه، أكيد. نمو كذلك الحجم الاقتصادي ومشاركه كذلك القطاع الخاص في اقتصاد البلد. ما في شك طبعا، طبعا جميع هذه كلما ارتفع المؤشر الاقتصادي لاي دوله كانت طبعا هذه الدوله تعتبر بيئه اقتصاديه استثماريه حلو. افضل من غيرها. طيب خلينا نحلل هالمؤشر، ابيك تاخذه مع مؤشراته وراح تطلع معانا ان شاء الله. نعم. يشوفونها انه احنا راح نطلع كيف كنا 2018 و2019. نعم. بالمؤشرات الاساسيه حقت التغطيه التنافسيه. نعم. وليش تقدمنا يعني فيها او اللي حتى اللي بقيت على وضعها ليش بقيت. نعم. فودي تستعرضها معانا. نعم طبعا ما في شك، طبعا جميع المؤشرات التي تغيرت إن كان في 2018 إلى 2019 وكما قلت في بداية البرنامج بدأنا خطوة التنفيذ، خطوات التخطيط تحسب في 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 مؤشرات التنافسية ويكون لها تقارير مستقبلية إلى أن تنفذ، والآن جميع هذه الخطوات ولله الحمد بدأنا نراها على الواقع، وبدأ المجتمع الدولي والمقيمين لهذه المؤشرات بملاحظة هذه المؤشرات على الأرض. طيب خلينا ناخذ مؤشر استقرار الاقتصاد الآن. نعم. طلعينه حنا مؤشر استقرار الاقتصاد. نعم. وين كنا في 2018؟ يعني فيه وين صرنا في 2019 في فيها المؤشر، وضح لي يعني طبعا هذا المؤشر. زيادة النقاط مؤشر النمو الاقتصادي إن كان في عام واحد من العام الماضي إلى العام الحالي، هذا يدل على أن جميع الخطط التي سنت في العام الماضي بدأت تنفذ في الواقع وبدأ لها عائد اقتصادي. كيف نحصر هذا؟ عندما نقول كفاءة الإنفاق وليس الترشيد الإنفاق، كفاءة الإنفاق ماذا يعني؟ عندما أخطط لإنفاق ريال واحد في مجال في واحد، هذا الشيء أني وضعت هذا الريال في مكانه المناسب وبدأ هذا الريال أن يدر علي دخل. فعندما نوصل إلى هذه المعادلة ويرتفع المؤشر إن كان ارتفع بدرجة واحدة أو أربع أو خمس أو ست درجات، هذا يعني أنه تقدم ملاحظ، وهذه المؤشرات جميعها تدرسها المنظمات الدولية. طيب وليست جميل. الداخلية. روح المؤشر الثاني من مؤشرات تقرير التنافسية اللي بناء عليها المؤشرات مجتمعة تم يعني تقدم المملكة في هالمؤشر. خلنا نأخذ المؤشر الثاني. إيش معنى المؤشر الثاني شباب؟ طيب حجم السوق، مؤشر حجم السوق يعني صار في تقدم في في فيه يعني أو ثبات 2018 و 2017 في نفس الرتبة. صحيح، حجم السوق في هذا العام أقرت أنظمة كثيرة للسوق في المملكة العربية السعودية وبدأت فعليا تطبيق هذه الأنظمة، مما أدت إلى الزيادة في حجم السوق وأيضا استقطاب الاستثمارات الخارجية للسوق. عندما يكون السوق واضح والأنظمة واضحة والقوانين سنت وبدأت تطبيقها، هذا يجعل مكان هذه الدولة عالميا أرض خصبة للاستثمار الخارجي في هذه الدولة، مما يزيد من حجم الأسواق الداخلية أيضا وجذب الاستثمارات. طيب الخارجية احنا نتكلم عن هذا مؤشر قبل طرح يعني أرامكو الاكتئاب للاكتئاب يعني خلال الأيام القادمة. صحيح. اللي بيصير وهذا أكيد بينعكس على مؤشر حجم السوق. ما في شك طبعا الاكتئاب أرامكو هو أكبر اكتئاب سيمر في تاريخ الأسواق، هو أكبر اكتئاب، وهذا الاكتئاب سيجعل من السيولة المالية داخل المملكة العربية السعودية بحجم كبير. هذه السيولة ستجعل أيضا من أهداف الرؤية وخطوات الرؤية في تقدم وفي تطبيق سريع لما أقر في السابق وإثباته. جميل. على الأرض. طيب روح مؤشر ثاني. نعم. من مؤشر ثاني من مؤشرات تقرير التنافسية إنتاج السوق، كنا في 2018 32 و2019 صرنا 19.
طبعا تقدم كبير. أول شيء تمت اتفاقيات في العام الماضي بين المملكة العربية السعودية ودول كثير خارجية، وخاصة زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد لدول كثير، وتم العمل على صادرات وواردات من المنتجات المملكة العربية السعودية، ولجان تنسيق اقتصادية بين جميع هذه الدول التي تم زيارتها. هذا بشكل طبيعي سيزيد جميل من حجم إنتاج السوق. طيب نروح بعد مؤشر ثاني من مؤشرات تقرير التنافسية ونشوف ترتيبنا فيه في عام 2018 ووين وصلنا ب 2019. مهارات رأس المال البشري كنا في عام 2018 ترتيبنا فيه كم كان؟ كنا كم؟ 30 وصلنا 25، يعني صار في تقدم. طبعا من أهم أهداف رؤية 2030 الاستثمار في الموارد البشرية. طبعا وقالها سمو ولي العهد في أكثر من محفل وفي أكثر من لقاء، الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والاستثمار فيها هو الهدف الأول من نتائج الرؤية. والكل يعلم أن المواطنون في المملكة العربية السعودية جميعهم أو 70% منهم من جيل الشباب. إذا لم نستثمر في هذه الموارد البشرية الآن لماذا لكي نصبح قريبا وفي العاجل، وكما قرر سمو ولي العهد، عندما تكون المملكة خلال 4 أو 5 أو 10 سنوات في 2030 هي دولة صناعية وبأيدي سعودية. جميل. طيب نروح بالتأكيد دائما يؤكد عليها يعني سمو الله، بس أنه الإنسان السعودي هو الذي سينقلنا، يعني هو اللي يعني يجني ثمارها وهم سيبنونها إن شاء الله. نروح مؤشر ثاني من المؤشرات المرتبطة بتقرير البنية التحتية. البنية التحتية كان ترتيبنا 2018 40 وتقدمنا 2019 صار ترتيبنا 34. نعم طبعا البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وأيضا هي البنية التحتية بالنسبة للدول العالمية للمملكة العربية السعودية، إن كانت بنية تحتية طبيعية أو بنية تحتية في المواصلات والطرق وجميع أفرع البنية التحتية، فهي من الدول المهمة عالميا حتى قبل هذا التقدم. نعم. الأخير، والآن هذا التقدم عندما أيضا أقرت المملكة العربية السعودية استثمارات ضخمة في البنية التحتية واستقطبت الشركات الروسية والصينية واليابانية والأمريكية وبعض الشركات من دول أوروبا للاستثمار في المملكة العربية السعودية في البنية التحتية. جميل. طيب. والاستشارات. طيب. فرتكت. يعني أنا وقتي دائما بس يعني. نعم. لو قال أحد مع إعلان الرؤية في. نعم. أبريل 2016 كان ترتيبنا 29 في مؤشر في تقرير تنافسية. نعم. الآن يعني صحيح تقدمنا لكن يعني ليش كان في ذاك الانخفاض في تلك الفترة لو نوضحها يعني. طبعا قبل عام 2014 وأيضا في عام 2014 كانت المملكة العربية السعودية تعتمد في اقتصادها على النفط. نعم. نعم طبعا. أما الآن لم نعد تحت رحمة تقلبات أسعار النفط. الآن المملكة العربية السعودية عندما أقرت هذه الرؤية أقرتها لتعدد مصادر الدخل، وشفنا يمكن يعني مشاريع كثيرة ودعم المحتوى المحلي وغيرها. شكرا لك دكتور إياد البارود الخبير الاقتصادي. كل حلقة كما ذكرت لكم بيكون معنا مؤشرات الخضرة منها ولو حتى في حمرة راح تكون موجودة ونتكلم بكل شفافية. يعني ليش احنا نبغى بإذن الله دربك خضر يا وطن. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. أهلا فيكم من جديد. السعودية ترحب بالعالم، هذه حملة كبيرة أطلقتها هيئة السياحة في كثير من الدول اللي شملتها يعني قائمة التأشيرات الإلكترونية، يعني بطريقة مختلفة تبين وتوضح أوجه الاختلاف والتميز والكنوز اللي نحفل فيها في المملكة العربية السعودية. راح نبدأ ونتحدث بشكل أكبر عن هالجانب ودورنا كذلك في تسويق المملكة العربية السعودية، بس خلونا نرصد انطباعات
انطباعات يعني الآخرين عنا، يعني وش قالوا عن السعودية؟ يعني كان في الأيام الماضية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، وشفنا الاتفاقات يعني والشراكات التي عقدت وتأثير وحجم تأثير هذه الزيارة الاقتصادي بالتأكيد، وردنا يعني ننتهز الفرصة ونبي نشوف آراء يعني الروس عننا، كيف يشوفون السعودية مع التغييرات، وبالتالي نتحدث عن يعني خلق صورة ذهنية مختلفة عن المملكة العربية السعودية. نتابع ماذا قالوا عنه. لقد قرأت في الأخبار عن إمكانية دخول المواطنين الروس إلى السعودية بواسطة تأشيرة سياحية يمكن الحصول عليها إلكترونياً، وهذا شيء جيد وجميل. أنا سعيد بما أقرأه اليوم عن السعودية. السعودية بلد عريق ولها تاريخ كبير، واليوم نشهد نقلة نوعية في مجال السياحة والاقتصاد، وهذا شيء جميل. المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا الاتحادية. باعتقادي المملكة العربية السعودية لها انطباع جيد عند عدد كبير من دول العالم. للتعليق أكثر عن هذا الجانب، السعودية ترحب بالعالم ونتحدث عن خلق صورة ذهنية جديدة للمملكة العربية السعودية مع هذه التغيرات وهذه التطورات التي تحدث في البلد. وأرحب معي بخبير التسويق والكاتب في هذا الاقتصادي الأستاذ سلطان المالك. أستاذ سلطان حياك الله معنا. حياكم الله وشكرا للاستضافة، وأهنيكم الحقيقة على عودة البرنامج الرائع والفكرة الجميلة ليوم الخميس. الله يحييك. بالعكس يعني يمكن الرؤية تستحق ما هو أكبر، ولعل تخصيص حلقة كاملة هذا يمكن جزء من مسؤوليتنا كإعلام. خلينا نبدأ معك. السعودية ترحب بالعالم، أصبحنا نتواجد على منصات عالمية، هناك حملات تسويقية تقوم بها المملكة لإبراز الجوانب المضيئة، القيمة النسبية المضافة للمملكة، شفنا حملات كبيرة. نبي نشوف فيديو مع بعض يعني لتغيير رتم التسويق ويعني وبراز المملكة بشكل مختلف، وبعدها أبغى منك تسلط الضوء على يعني هالملف. نشوف مع بعض. في العاصمة الألمانية برلين، قبل شوي في محطة القطار وأنا نازل من القطار لفت انتباهي إعلان عن السياحة في السعودية. في العاصمة الماليزية كوالالمبور. يا جماعة أنا في لندن. أنا هنا في ميلانو. أنا الآن في نيويورك. أنا في دبي. المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها للعالم. وفي العام الماضي وفي الدرعية أيضا كانت بداية عصر جديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية العالمية. الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهادة المنطقة كلها. تغيير في النمط التسويقي يمكن قاعدين نشوفه حنا، صار حتى المسؤولين يعني يسوقون، يعني معالي تركي آل الشيخ كذلك وبعض الوزراء، رئيس هيئة الترفيه، معالي رئيس هيئة الرياضة، مواسم السعودية اللي قاعدة تصير. كيف شفت هذا التغير في إبرازنا وتسويق فعلا صورة السعودية أمام العالم؟
حقيقة طبعا يعني التغير فعلا واضح وملموس. الحملة اللي أطلقتها اللي بدأتها هيئة السياحة بهتاف أهلا بالعالم كان جدا رائع، وبث في قنوات فضائية لأكثر من بلد حول العالم، كانت هي فقط للتعريف والتأشيرة السياحية، وأعتقد أنهم نجحوا بشكل رائع جدا في هذا التوجه. البداية اليوم التقرير عندكم قلت أنه في 23 ألف تأشيرة سياحية من 10 دول تقدمت بس بعد الإعلان هذا، وهذا يعتبر في فترة وجيزة جدا خبر رائع. إحنا الحمد لله في المملكة نحظى يعني أماكن سياحية رائعة، أماكن جذب سياحي، لدينا السياحة الدينية ولدينا السياحة التراثية ولدينا مختلف أنواع السياحة اللي إن شاء الله أنها تجذب السياح. مولاي خادم الحرمين الشريفين يمكن يكون هو من أول من سبق في التسويق للمملكة عندما كان أميرا للرياض في الرياض بين الأمس واليوم، صحيح، وكبرت إلى المملكة بين الأمس واليوم، والحمد لله يعني تطور هذا الموضوع في تسويق المملكة، والآن اللي إحنا قاعدين نشوفه في هذه الفترة يعني كلها رائعة في تسويق مملكتنا الغالية. طيب يعني احنا يعني بيك تعطي نظرة عامة يعني كخبير في التسويق يعني عن هذه البدايات، عن التحديات اللي يمكن نحتاج يعني نلتفت لها، وعن يعني الجوانب تتمنى نركز عليها في تسويق المملكة خلال الفترة الجاية. طبعا احنا عندنا قوة ناعمة متوفرة حول العالم، عندنا سفاراتنا وعندنا طلابنا المبتعثين، يجب انهم يكونون هذول السفراء لنا في حول العالم، وهم يبثرون الرسائل اللي نبغى ننشرها. جميل. في تسويق المملكة، فهذا رقم واحد يجب انه ما يقل. طبعا هذا بالتعاون بين اللي هي وزارة الخارجية وهيئة السياحة. هيئة السياحة لا تستطيع ان تسوق المملكة لحالها، لابد من تعاون جميع الجهات الاخرى معها، من حيث يعني تأسيس يعني استكمال البنية التحتية اللي تخدم القطاع السياحي بشكل كبير، وهذا الحقيقة يعني واضح من خلال الاستراتيجية اللي وضعتها هيئة السياحة، وكذلك التعاون الملموس اللي واضح الآن من كثير من الجهات اللي بدأت تتعاون في هذا الجانب. أعتقد أن المواسم السياحية هذه الآن يعني مؤشر جدا رائع، ويمكن أنا ترى قبل ما أجيكم وقبل ما أصل البرنامج والله استغرق مني الطريق يمكن أكثر من ساعة، أتوقع اليوم بسبب يعني اليوم الآن موسم الرياض وزحمة بوليفارد الرياض والزحمة المتوقعة والفعاليات، يعني فعليا يمكن حتى قالها يعني الأخوان في الترفيه أنه اليوم هي البداية الفعلية لموسم الرياض، وهذا أكيد له أثر يعني حتى صناعة الترفيه يعني تسويقه بيكون له تأثير كبير في جذب كثير من السواح للسعودية. صحيح، طبعا المسؤول رائع جدا أن المسؤول يتحدث، وظهر عندنا أكثر الحقيقة من مسؤول تحدث فيما يخص التسويق، سواء في التراث سمو الأمير بدر الفرحان في تسويقه للعلا، مثلا تركي آل الشيخ في تسويق موسم الرياض، وكان رائع في بعض الرسائل اللي نشرها. نعم. في تغريدة واحدة نشر فيديو هو اللي تحدث. صحيح. فيه كان جدا رائع، أكثر نقلة نوعية في كيف المسؤول يعني بالعكس أنا أعتقد أنه فكرة رائعة، هو وفر في التكلفة بدل ما ينشر إعلان وإنتاج إعلاني، فوفر في التكلفة في دعاية هو ظهر فيها، نسبة الانتشار كانت جدا قوية، أكثر من 18 مليون مشاهدة فقط لتغريدة واحدة، وأكثر من 15 ألف اللي تفاعلوا مع هذه التغريدة، بينما لو راح من خلال يعني الأسلوب الإعلاني التقليدي ما أتوقع أنها تصل لهذا المستوى. طيب سلطان خلينا نتكلم بكل صراحة، يعني مسألة الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية في العالم، هذا أتوقع مشروع جدا مهم، أنه وهو يعني أن تتعاضد كل الجهود لأجل العمل عليه، هذا يعني أتوقع من الأولويات. هناك من أساء لصورة المملكة، هناك حاقدين، هناك حاسدين، هناك حملات مغرضة ضد المملكة العربية السعودية تسعى أن تشوه سمعتها، تنتقص من قيمة الحجم التطويري اللي قاعد يعني والعمل اللي قاعد يصير مع الرؤية والتغيير في المملكة العربية السعودية. في الجانب كنا مقصرين فينا نتكلم عن قصصنا وعن يعني وعن هالتواجد، كيف يمكن نتواجد فعلا حول العالم ويكون لنا دور في إبراز الصورة الحقيقية؟ احنا ما نبي نلمح، هذا احنا يا السعوديين، إبراز الصورة الحقيقية عن السعودية اللي بالتأكيد إذا وجدت فهي ستنسف فعلا أي يعني حملة مضادة تحاول أن تشوه أو تقلل يعني من حجم الإنجاز والتغيير اللي في البلد.
التقرير اللي نشرتوه انتم قبل شوي حول العالم، بعض الناس اللي تحدثوا عن السعوديه وانه كيف انه حصل يعني صار فيها تاشيرات سياحيه، اعتقد هذا يعني رائع جدا. احنا اعلاميا يجب ان نخرج في الاعلام الخارجي صراحه بشكل اكبر مما يحدث في المرحله الحاليه. نعم هناك اعداء لنا، هناك متربصون، هناك ناس يحاولون بشتى الطرق لتشويه سمعة المملكة، وإن شاء الله لن يطولون المملكة إطلاقا. نحن سائرون إن شاء الله إلى العلا وسوف يستمر بلدنا في هذا التقدم. زي ما قلت أنا في البداية هناك جهود الآن تبذل، هناك تعاون لابد أن يكون من الجميع، من جميع الجهات المعنية في تسويق المملكة. لازم نشتغل جميعا، كل مواطن سعودي يعتبر مسوق للمملكة داخل المملكة وخارج المملكة، يجب احنا نسوق انفسنا بشكل رائع وجميل، لا ننتظر الاخرين فقط هم اللي يسوقون. طيب سؤالي الاخير، ما هو الشكل او ما هو مثلا يعني كيف يمكن يعني من خلال خبرتك ان نركز عليه خلال الفترة الماضية في موضوع التسويق المملكة العربية السعودية باختصار؟ ما هي الجوانب اللي نركز عليها خلال الفترة الماضية في ان نركز يعني في تسويق المملكة العربية السعودية حول العالم؟ أنا أعتقد أنه يعني صناعة المؤتمرات والمعارض هذه مهمة جدا، يعني يجب أن نبذل فيها مجهود كبير. مؤسسة مسك الخيرية أعتقد رائعة جدا في تسويقنا في الخارج من خلال كل الجولات اللي يكون فيها سمو سيدي ولي العهد، تتواجد مسك وتسوق بشكل آخر كقوة ناعمة للمملكة. نحتاج مثل هذه الأعمال حقيقة بشكل مكثف خلال المرحلة القادمة. جميل، شكرا لك أستاذ سلطان المالك خبير التسويق، كنت معنا في حديثنا حول السعودية ترحب بالعالم بل تفتح أبوابها وترحب بكل العالم، ومهم جدا يكون الدور في إبراز يعني الكنوز اللي عندنا في هالمملكة ونتحدث فيها للعالم. فاصل وبعد الفاصل لنعود. يا أهلا فيكم. تسويق المملكة العربية السعودية ليس جهد فقط مناط بالمؤسسات الحكومية أو حتى القطاع الخاص، بل حنا كأفراد نستطيع أن نبادر ونبرز الصورة الجميلة الناصعة عن مملكتنا. كان في مبادرة جميلة جدا من المبادرات، هي مبادرة السعودية بكل اللغات، شباب وبنات متطوعين بكل اللغات أرادوا أن يتحدثوا للعالم عن المملكة العربية السعودية. نتابع التقرير عن شيء من جهودهم. Nous sommes ici pour les délégations pendant notre mois. Y facilitar la comunicación y las coberturas mediáticas con las canales saudíes y árabes. We are Saudis. We talk in all languages and participate effectively. Wir sind hier wegen schöner Bild vor Odisheo. يعطيهم العافية شبابنا ويعني وكذلك بنات الوطن اللي قاعدين يقدمون تطوعيا مثل المبادرات، هذه المبادرة وفي مبادرة السعودية بكل لغات، ونتحدث اليوم عن مبادرة بكل اللغات. ينضم معنا الأخت دلال البواردي والأخ حمزة الزهراني ومن أعضاء مؤسسي هذه المبادرة. أبدأ معك دلال، وش قصة بكل اللغات؟ بالبداية أشكركم على الاستضافة. ثانيا نبذة بسيطة عن منصة بكل اللغات، هي منصة رقمية مكونة من فريق شبابي سعودي طموح يسعى إلى إيصال الصورة الحسنة على المملكة العربية السعودية بكافة لغات العالم، متطوعين ومتطوعات. بالضبط. يا سلام. طيب حمزة، يعني متى بديتم وش حققتم حتى الآن وأنجزتم؟ هي المنصة بدأت السنة الماضية في اليوم الوطني. حلو. وكانت مبادرة في البداية مكونة من 30 شخص. السنة هذه في رمضان، واحد رمضان، صارت بدأت كمنصة رسمية تحت مظلة؟ لا،
مو تحت أي مظلة. مبادرة تطوعية. مبادرة تطوعية. مو تحت أي مظلة. فهي مكونة حاليا من كمية شباب جدا. كم عددهم تقريبا؟ أعدادهم كثيرة. تتكون منهم، هي منقسمة إلى جزئين. أول شيء أعمال إلكترونية، التيم اللي يشتغل إلكتروني من ناحية الرفع والترجمة في التويتر وفي الحسابات، مكون من 109 مترجمين ومترجم. وفي اللي هو القسم الميداني، وعندنا قاعدة بيانات كثيرة كبيرة من الأشخاص، مكونين تقريبا من 300 إلى 350 شخص، كلهم شباب عنده الشغف أنه كلهم شباب سعوديين، شباب سعوديين وسعوديات متطوعين. طيب أنا بختم معك، يعني وش الانطباع اللي فعلا يعني يجيك لما تشوفين أنت وضحتي صورة المملكة من أحد ما كان يعرف وش هي السعودية؟ بالضبط. وش اللي دفعك أصلا تتطوعون عشان تقومون بهالمبادرة؟ مسؤولية اجتماعية بصراحة، وواجب وطني. وحنا بصفتنا مترجمين عندنا كذا لغة والله الحمد، فنحاول جاهدين أن نبين صورة المملكة. يا سلام عليكم، الأصداء رائعة، يعطيكم العافية والله تستاهلون الصفقة، مو منا حتى اللي يتابعنا الحقيقة والشباب اللي يعني موجودين معنا يستحقون كل احتفاء وتقدير، وكل واحد يقدم شيء لوطنه من باب حبه للوطن. وهذه مبادرة تطوعية راح تكون حاضرة معنا إن شاء الله في حلقة كل خميس لكل من يقدم عطاء لوطنه حتى يكون معه يسير في سفينة الرؤية اللي بحول الله تقودنا لأن يكون بلدنا في مصاف الدول المتقدمة. كل خميس الرؤية ستكون حاضرة في برنامج تم، في أمان الله.